بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، مع شيخنا الجليل الأستاذ الدكتور العلامة أحمد الكبيسي حفظه الله في بدائعه وروائه القرآنية المتعلقة بتلكم الآيات التي تبدو أنها متشابهة لفظا، لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى يبين هذا الاختلاف وأثر ذلك على المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في سورة القصص، وفي الآية 60 يقول رب العالمين عز وجل: وما أوتيتم بالواو. في سورة أخرى قل فما بالفاء، سأذكرها بعد قليل في سورة الشورى. في القصص: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. انتبه إلى كلمة وزينتها، وبعدين انتبه إلى الواو. في سورة القصص الآية 60 تبدأ بالواو: وما أوتيتم، وبعدين قال: فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. لما تكلم مع المؤمنين في سورة الشورى، ها، متى وردت زينتها؟ في الأول ولا في الثاني؟ في هذا النسق: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. أيوة، هكذا. شو الفرق مع الآية الثانية؟ هذه الآية الأولى. الآية الأولى إيه؟ الآية الثانية ما في وزينتها. أيوة، هذا الفرق. أيوة، رفع كلمة وزينتها عندما خاطب المؤمنين، بدل واو وفاء. بدل واو وفاء. أيوة، وبعدين شال كلمة وزينتها. وزينتها. فالآيتان متشابهتان باستثناء الفاء مكان الواو، وكلمة وزينتها رفعها عندما خاطب المؤمنين. أيوة، كما سأذكر. أيوة، بعد قليل. إذا الكلام مع الغير المؤمنين يبين لك هي حقيقة الآيتين شو الفرق بينهما، يبين لك ثقافة وأهداف وأغراض كل من الفريقين في هذه الحياة التي نحياها الآن. أنت هنا اسمك مسلم، تؤمن باليوم الآخر وبالجنة وبالنار، وحساباتك كلها مضبوطة، وكل شيء له نظام، وأنت عليك رقابة، وأنت بكثير المسؤولية في هذا، في كل حركاتك وسكناتك، ومن ضمنها الشهوة والشهية. شهوتك وشهيتك من مال ونساء وطعام ومجد وسلطة ليست مطلقة، أنت مقيد بنظام صارم لا ينبغي أن تخرج منه شعرة. في حين غيرك ليس عنده هذا النظام، يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء. أنت مقيد في طعامك وشرابك وملبسك ومن تحب ومن تكره ومن تبع إلى آخره. من ضمنها أنت الحياة الدنيا لك مجرد متاع لكي تنتقل من مكان إلى مكان. كل من يسافر لابد أن يحمل معه متاعا، يعني حتى لا يموت من الجوع. لماذا؟ لأنه هو منتقل من دار إلى دار، من دولة إلى دولة، من مدينة إلى مدينة، لكي يبلغ منتهاه ومبتغاه لابد أن يكون عنده متاع. وهذا المتاع متى ما وصل الهدف ألقاه، أعطى الفقير، أعطى كذا، تصدق به، وربما يلقي أيضا بالزبالة إذا كان مما يلقى. مجرد وسيلة. مجرد وسيلة. هناك لا، أنت لما أنت جالس في مدينة عظيمة وأنت مترفه، وأنت مطلق الشهوة والشهية، ليس عليك ولا قيد، ما مقيد بشيء، أنت مطلق، مطلق الشهوة والشهية. هذا فقط للحيوان، مطلق الغاية. هذا فقط للحيوان. يأكل كما تأكل الأنعام. الأنعام ما عندي شيء، هذا حلال وهذا حرام وإيش، لا 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 لا، مطلق مطلق مطلق. هذا الفرق بين عندما تخاطب مؤمن تقول له هذا الذي في هذه الدنيا مجرد متاع، لكن ما عند الله خير، انت رايح على هدف، وبعدين انت متاعك فقط على قدر قضاء الحاجة، ما في زينة. كيف؟ كل الناس من غير المؤمنين، من غير من يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس عنده هدف لهذه، انما هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا وانتهينا، ما في شيء، وما يهلكنا الا الدهر، ما في آخرة. ولهذا كل أهدافه وطموحاته وخططه وخططه لهذا الذي هو فيه فهو مطلق. يقتل ويضرب ويستعمر ويذبح ويعدم ويأكل ويشرب ويسرق ويغتصب ويستعمر وهكذا. هو هذه كل حياته، ما في وراه شيء، ليس هناك شيء يحده على شهوته وشهيته. شهوة الملك، شهوة السيطرة، شهوة الاستعمار، شهوة الاستحواذ، شهوة القهر، شهوة الطعام، شهوة النساء، كل شهوة وشهية مطلقة عنده.
ومسخر كل جهوده لأن كل طموحاته تنحصر في هذه الشهوة والشهية المطلقة وهو لا يشبع. وطالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد ظمأا لأنه لا يشبع. أنت لا، أنت ما في زينة، أنت فقط متاع لكي تبلغ، المهم تصل الهدف بأقل ما يمكن. سأذكر بعض ما كنت أذكر، تعرفونها أن نظام المؤمن في مطعمه وملبسه عجيب. أولا أنت عليك أن لا تشبع، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كنا لا نشبع. اثنين، ما أكل النبي مرتين، يعني الأكل الوجبة، ما في وجبة، في وجبة واحدة، لكن تأكل تمراية، تأكل مش عارف إيش فاكهة مع ليش، أما مائدة وتلمذ وأصواف مرتين في اليوم، ما أكل النبي مرتين وجبة. وما جمع النبي بين لونين، وما رفعت من أمام النبي مائدة وفيها فضل، يعني طبق واحد يخلص على قد حاله يأكل. وهذا كان معظم الناس. من جاء الإسلام إلى عهد آبائنا وإلى عهد طفولتنا بل إلى عهد 10 سنين ماضية، العالم الإسلامي متشابه في كل هذا، في المطعم والملبس والمسكن والبناء والعمران والشوارع وكل شيء على قدر الحاجة، كما رب العالمين أمرنا في الاقتصاد في كل شيء. واللي عندك أنت هذا مو مالك، مو ملكك، في فقراء وفي دولة وفي حرب وفي جهد وفي دار مساكين وفي دار أيتام، هذا مش ملكك، الذي يجد عنك هذا مش ملكك، ملك الآخرين. هكذا هذه الأمور. ولذلك عاد عندما رب العالمين خاب أكلم غير المؤمنين، غير المؤمنين بالله واليوم الآخر، قال لهم أنتم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكن إلا غير وكنا نحل واذن و و و و عدد، وقالوا إن تبع الهدى نتخطف من أرضنا أو نأكل لهم حرم، يعني تكلم مع المشركين وأفكارهم السخيفة وتطلعاتهم وبطرهم، بطرت معيشتها وحينئذ فسق زيادة. لما عدد سيئاتهم وسوءاتهم قال كشيء جديد، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ليس لكم بالآخرة شيء. شوف تكلم ايش مع المؤمنين، لاحظ هذا قال بطرت معيشها ومكناهم واهلكناهم وما كان ربكم ملك القرى الا واهلها مسرفون و و و و وما اوتيتم، يعني عدد سوءتين 3 4 5 6 7 8 وما اوتيتم، هاي التاسعه، وما اوتيتم من شيء. شوف كيف خاطب المؤمنين، هم يؤمنون بالله، يلفت نظرهم الى ايات الله عز وجل، قال لهم يا عبادي أنتم تعرفون آياتي، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أنتم أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما بناء على هذا، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، ما في وزينتها، أنت مو مال زينة، ما في بطر، ما في طرف. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير. وقال الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون إلى آخر. خطاب مع مجتمع إيماني ومسلمون منضبطون في شهواتهم وشهياتهم إلا من خطأ، وكل ابن آدم خطأ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. تهينا. طيب إذن كلمة وزينتها ليش جاءت مع آية القصص وما جاءت مع آية الشورى؟ لأن آية الشورى خطاب المؤمنين، والمؤمن منضبط في شهوته وشهيته، كل شيء بقدر، بينما هذا مطلق. أنت تعرفون التاريخ المعاصر والقديم، بالقصص تتكلم مع غير المسلمين لأن هذا ما عنده آخرة، إذا مات مات انتهى، وبالتالي يقول لك أنا خلي أشبع في الدنيا. فعلا هو يعني أنت تأمل، لو كنت أنت لا تؤمن بأن لله يوما آخر، أنت لست مؤمن بالله، نصف العالم بل ثلثين العالم منذ أن جاء آدم إلى اليوم، ثلثين العالم يقول ما في آخرة. في زماننا هذا زمن المعجزات ووصول القمر والسماوات واكتشاف أسرار خلق الله في البحار والإنسان والحيوان و و و اللي صار شيوعي واللي صار مادي واللي صار معرف إيش واللي صار كذا، يقول لك الله ما في إلى آخره،
وهذا في القرن 21. ولهذا هذا قدر، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. أنت إذا كنت ولدت وتقول لا إله إلا الله محمد وعيسى وموسى وإبراهيم وإسماعيل رسل الله، فاعلم أنك الوحيد الأوحد في هذا الكون، وأنت القلة المقدسة التي قال الله تعالى عنها وقليل من عبادي الشكور، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فلماذا أنت الوحيد على وجه الكرة الأرضية على هذا النسق؟ ما معنى؟ قال لك مش بخيرك ولا بفعلك ولا بذكائك، أنا الذي أردت هذا. قل لا تمنوا علي أسلامكم بل الله يمن عليكم، هو الذي هداكم. زين، ولهذا أنت ما عندك زينة، زينتك هنا ما لست محتاجها. أنت متعلق في كل دقيقة في بالك الآخرة، الموت في بالك، كل ما تفل لك واحد من أقاربك يقول والمكرة هذا جالي الدور، ومكرة فيه حساب وفيه كتاب، وتتذكر الآخرة وشيء كيف حاجتمع مع الأنبياء والصديقين وأقاربك، وتأنس كلما عودت نفسك على المعرفة في العالم الآخر وتتبعت ما جاء بها من نصوص الكتاب، والله تعشقها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، والله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أكثر من صحيح وأكثر من مسند، خاصة الإمام مالك في الموطأ، يقول الموت تحفة المؤمن، وأنا بعيني وكلكم معظمكم رأى بعينه ميتة جميلة هادئة لمسلم يموت وكأنه في عرس، مبتسم، وجهه مفتح، عيناه مطمئنتان، يموت تنظر إليه أن هذا يرى، أن هذا يسمع، أن هذا يرى أشياء، وقد يكون مريض أو تعبان، قد يكون يعني نعم. منتهي نعم. لكن ساعة الاحتضار نعم. وإذا به يستيقظ، والعكس نعم. صحيح نعم. والله يا سيدي الكريم رأينا وقرأنا نعم. عن شخصيات تاريخية في دمائنا هذا نعم. مسلمة وغير مسلمة والله. لشدة ما ارتكبوا من قتول، سبحان الله شيخي، هذا القتل عجوبة العجائب. إذا ولغ سيفك برقاب الناس فاعلم أنك هالك هلاكا لا تستطيع أن تتخيله. وقد رأينا وقرأنا عمن ولغوا في دماء شعوبهم أو شعوب الآخرين الذين استعمروهم قتلا إباديا في ساعة الاحتضار، قسم من أتباعهم الذين كانوا لا يؤمنون بالله آمنوا بالله، قالوا هذا الذي جرى لهذا الإنسان بصراخه بعينيه المفتوحتين على 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 الأعلى، بالصريخ، بالرعب الذي على وجهه، إذا لابد هناك عالم آخر. ومنه مثلا ها أول درجات الآخرة، أول درجات الآخرة نعم. ولهذا في كتاب، هذا كتاب بن ستالين فالنتينا نعم. أنا قرأته، عندي كتاب كراسة نعم، تصف كيف مات أبوه السعيد الذي قتل الملايين والنازعات غرقة. يا الله، هاي نازعات شيخي كان 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 نعم. يعني وأيضا أحد ملوك العرب نعم. أحد ملوك العرب أوغل في الدماء، قصدك رؤساء العرب؟ لا لا لا، كان للأسف كان ملكا وأقام دولة حقيقة، قام دولة عظيمة نعم. وحينئذ في التاريخ أيوة. لكن ما كان يفعل هذا إلا أن يقتل، وقتل شيء بإسراف على أدنى شيء، والذين من حوله وإذا بهذا يصرخ أوه. يصرخ على هذول، كل مؤمنون كانوا يعرفون أن هذا رجل يرى الملك والملكين، وإحنا كمسلمين لا يموت أحدنا إلا يرى مقعده من الجنة ومن النار، فإذا هذا رأى مقعده من الجنة لماذا لا يبتسم؟ كلنا رأينا أناس حتما هذا الجمال، هذا الابتسامة، هذا الصبوح على وجه المحتضر لابد أن يكون رأى الجنة، لأن هذا الفرح مش طبيعي. قبل أيام الشيخ توفيت إحدى النساء الفاضلات التي جاوزت من العمر 120 سنة، وكانت مريضة وكأنها في عداد الأموات، تغط يومين ثلاثة حتى يظنون أنها ميتة، وفجأة فاقت وعادت وطلبت أن تزين وتتجمل وتوضع الكحل في عينيها. قالوا لماذا؟ قال أنا مقبلة الآن على عرس الله، وقد أعد لي هذا الإعداد صادقة بالمعمعة نعم. وهذا تكرر كثيرا نعم. نادرا ما تجد إنسانا يحضر الأموات عندما الإنسان المريض عندما يحتضر إلا ويرى عجوبة نعم. شيخ لو أن كل واحد منا أراد أن يزداد إيمانه نعم. هو إيمان الحمد لله إيمان الأمة مكتمل من فضل الله، أن يحسن عمله
فليحاول من أقاربه أصدقائه جيرانه أمه أبيه حيحاول أن يحضر ساعة وفاته. ساعة الاعتبار حينتقل نقلة هائلة صحيح. لما يرى من تعابير على وجه هذا المحتضر تجعلك تؤمن عين اليقين مش علم اليقين ولا حق اليقين بالعين. نعم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لين يراها. نعم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم جميعا. لنعود بعد هذا الفاصل إلى شيخنا الجليل. سيدي الشيخ، ذكرت الزينة والمتاع والفرق بينهما والفرق بين هذه الزينة والمتاع عندنا وعندهم، والحمد لله رب العالمين. نجد يعني في قواعدنا الإسلامية أن الوسيلة وإن كانت حلالا إذا ما أفضت إلى الحرام حرمت هذه الوسيلة، بينما ما أدى الحرام فهو حرام. بينما نجد الآن في الطرف الآخر الغاية تبرر الوسيلة. نعم نعم، تبرر الوسيلة أيا كانت، أي كان هذه الوسيلة حلالا حراما قتلا دمارا. قلنا قبل قليل نعم. هذا غير المؤمن مطلق مطلق نعم. الشهوة والشهية شهيد يعمل بدون نعم. أي حرج ولا قيد على أي تصرف نعم. يفعل ما يشاء. هذا عند المسلم. كيف ينقلب عندنا الحلال إلى حرام؟ هذا الشيطان قال زين لهم الشيطان وعمال لا يبررها ويفلسفها صور يعني. يعني الآن هذه الأيام نرى على التلفزيونات صور والله شيخي ما تعمل إلا ما حد والله فرعون ما فعله. فرعون إذا رب العالمين ضرب بالمثل والله ما فعل هذا، ما كان قتل وكم واحد. أما أنه يخرب البيوت والمدن بأكملها حصل بالتاريخ والله ما أعرف هذا. نعم. يقال لك واحد أحرق نير، هذا أحرق روما مش عارف من روما مش عارف مين. نعم. يقال مرة أحرق روما. صحيح هذا أنه أحرق روما كلها؟ والله الرواية التاريخية لا أظن صدقها بهذه الطريقة. نعم. لأن ربيع عيوننا يعني اليوم بالصحف المحلية نعم. صور والله هذا بشيخ ترعب يعني. نعم. قلت هذا حتى لو كان قامت القيامة وأصبحت الأرض عالية سافلة ما كان يحصل كل هذا الخراب. أيوة. خرام مرعب شيء، أحياء بأكملها كأنها مسخت. مسخت. أيوة. يعني شو هذا الذي والله كما تفضلت يا أخي. نعم. يعني الغاية تبرر الوسيلة جدا. نعم. وغايات أي غاية؟ غايات سخيفة. يعني لها غايات وغير شرعية وغير إنسانية وغير إنسانية. مقبولة. نعم. والله شيخ البرطجية والقصطاء والطرق ما يفعلوا هذا. نعم. ما يفعلون هذا إطلاقا. نعم. شو هذا بالله. فحينئذ هذا المسلم من فضل الله عليه رب العالمين علق قلبه بالآخرة. أقرأ القرآن الكريم تشوف وصف الآخرة، ما من واحد له عقل أو سمع إلا ويقول ما هذه الدنيا، إضافة إلى ما جاء من نصوص في الكتاب والسنة لتثقيف هذه الأمة المؤمنة بالله واليوم الآخر عن من هي ما هي الآخرة وما هي الدنيا. وبالتالي أي عاقل بذرة من العقل مؤلق الآن فلا تعقلون، يعني لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون ولهم أذان لا يسمعون كالأنعام بل أضل. ولهذا رب العالمين عز وجل قيد المؤمن وقيده بأن له يوما آخر. هذه ما هي إلا مرحلة قصيرة، لا إذا لو عشت ألف عام كما عاش نوح تراها يوما أو بعض يوم. ولذلك أنت في هذه الأمة ما ترى مجرم، يعني هذا الإجرام اللي نراه في التاريخ الإجرام الرهيب، هذا الأفلام نشوف عن الأفلام الغربية عن بعض السلوكيات والعصابات، هذا في الإسلام ما يصير، أن يعرفون أن وراءهم يوما آخر. ما في هذا إذا أتوثي تراب انتهينا، لا 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 إطلاقا. أنت يوم القيامة تقول لي أني كنت تراب، أنت مش تراب ولا حاجة، سترى بعينيك. ولهذا رب العالمين عز وجل نص في هذه في هاتين الآيتين أن كل ما تصل إليه من ملك وجاه ومال إنما هو متاع مسافر، زاد مسافر، زين؟ فأنت فقط تأتي أيام، هل ما ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت وانتهينا، ولبست فأبليت وأكلت مش عارف فأفنيت. هذا كل اللي أقوى، وكلنا مؤمنا بهذا، مش مؤمنين، يعني هذا في أعماقنا، حتى لو هناك بعض الناس قد ما يصلي، لكن يعرف أنه في موت، يعرف أنه في آخرة وفي حساب، مؤمن إيمان كامل، حتى إذا أخطأ يجب باله. يعني أنا أعرف والله كثير من الناس كنا
يقول والله أخي لما نذنب نشرب خمرة مثلا أو كذا يقول نحزن، نقول يعني وأنا أشرب خمرة أقول كيف هذا حرام ورب العالمين حيحاسبني ورب أصور. وفي حديث يقول إن العبد لا يعصيني فيذكرني على المعصية لا أستغفرني فأغفر له، لأن هذا قلبه حي. وهذا ما من مؤمن ما من إنسان يقول لا إله إلا الله ويؤمن بكل الأنبياء محمد رسول الله والذين قبله إلا وقلبه فيه شيء من الحنان ومن الرقة ومن الالتزام في أصعب المواقف. هذا الانفلات والانطلاق الذي نسمع ونقرأ ونشاهد عنه في العالم هذا ليس. ولهذا كل طاغية من طواغيت هذه الأمة الذين قطعاً ما في حاكم ما يقتل إلا ما إلا استثناءات، كما كنا بعض الاستثناءات عمر بن عبد العزيز الخلفاء الراشدين هذه الدولة المباركة استثناءات، والمستثنى لا يقاس عليه، هذا توفيق رب العالمين. ولسيدنا عمر يعمل دولة من المشرق من أفغانستان وطاجيكستان ومش عارف باكستان إلى مدري وين آخر إلى أقصى الغرب إلى أقصى الغرب ما يقتل أحد يعني، وصارت دولة عظيمة جدا. لما شاف واحد في العراق يعذب المساجين دعا الله لنفسه أن يموت فمات، كيف في مملكتي واحد يعذب السجناء؟ إذن رب العالمين خاطب هذه الأمة قال أنتم كل هذا الذي ترونه في الدنيا وما أوتيتم من شيء فقط متاع مش زينة. المؤمن ما عنده زينة حيفارقها. من أي هذا رب العالمين في هاتين الآيتين بهذه الكلمة فرق بين المؤمنين وغير المؤمنين ونبهنا من حيث لا من بدون صراحة إياك وأن تنغمس في الزينة في الطراف والزينة والكثرة وتتمدد كثيرا كأنك لن تموت على قدر ما تحتاج، ولا مانع أن تشبع وأن تلبس وأن كذا وأن تتفاوت في هذا. الناس النجاح من 50 إلى 100 50 60 70 جيد مقبول جيد جدا، هذا كله صحيح، لكن أنت طبعا أن تكون تحت الرسوب لا طبعا إياك يعني. هذا الذي يجري من جشع وطمع وقتل وإبادة وغش وحرام وهذا طبعا. ولهذا المؤمن كل ما يلاقيه في هذه الدنيا هو مجرد متاع سيتركه وما من مؤمن وما من مسلم إلا يؤمن بهذا إيمان قطع أن هذا حيتركه يروح ويقابل رب العالمين. حتى بكلامنا يقول يا أخي بأي وجه حتقابل ربنا؟ يعني حتى لما تشوف واحد يلح باليسكر كثير يقول يحتق الله أحب أي فيش حتى أبر ربنا، يعني قضية محسومة. ما دام اللقاء برب العالمين محسوم فليس للمؤمن أن يمعن في الزينة، وهذا واقع الحال إلا استثناءات والمستند لا يقاس عليه. سيد الشيخ المتاع يعني لابد منه كيف تصل ومن جوامع كلمه عليه أفضل الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الزوجة الصالحة. في الحلقة السابقة تكلمت عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله سبحانه وتعالى قد أتم عليه بمنته على أخيه أشتد به أزري وأشركه في أمري، ولكن هذا جناح، الجناح الثاني قد من الله تعالى عليه بتلك الزوجة الصالحة فأتم الله تعالى عليه هذه النعمة. يعني أنت تعرف كلنا نعم. كل مسلم يعرفون أثر السيدة خديجة رضي الله عنها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أجوبة العجائب هكذا كما تفضلت خير متاعها المرأة الصالحة يا الله هي متاع، بس أعظم أنواع المتاعات في أنت عندك المتاع خيل وفلوس وسيف والملابس وأفضلها المرأة الصالحة التي تعينك على الخير. ولهذا شيخ بالمقابل هسه سيأتي رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحاديث في ذم الدنيا عجوبة. ولهذا يعني لفت نظري حديث سأقرأه بعد قليل يقول أريت النار فرأيت أكثر أهل الأغنياء والنساء. يا الله وهي حديث هذا أريت النار فرأيت أكثر أهل قليل لأن ينكرن العشير. زين المرأة إذا لم تحسن العيش مع زوجها أو لم تحسن أداء وظيفتها مفسدة هائلة، لأنه ما من مفسدة أعظم من مفسدة المرأة. ولهذا بالتاريخ لو تعرف يعني أثر المرأة في التاريخ، إحنا الآن الناس كلها تتابع حياة سليمان القانوني. تدري هاي المرأة في النهاية راح تسوي؟ أنا ما تابعها لأني أنا مشغول جدا، بس تحكي لي زوجتي صار كذا صار كذا، هذه في النهاية حتقتل ولي العهد
وتنهي الدولة العثمانية وتخرجها من الإسلام وهي جارية. لو تعرف كم جارية في التاريخ الإسلامي عبثت بالخلفاء لرأيت عجبا. أيوة. تغيرت المسألة التاريخية كلها في هذا الخليفة أو ذاك من بن العباس بن أمية وهو يملك الدنيا كلها. وهو يملك الدنيا كلها. الأندلس كلها راحت بجارية. ولا فعلا شيخي كل شيء ممكن أن يقاوم إلا تأثير المرأة. ولهذا قال كما تفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال متخير متاع المرأة الصالحة. لذلك لما كان أبو نواس يعني يعبر الطريق رأى جارية فأخذ حصباء ورمى عليها وقال لها إن النساء الشياطين خنقن لنا لابد للمرء من رجم الشياطين. فقامت الجارية ردا عليه بوردة قائلة له إن النساء رياحين خلقن لكم لابد للمرء من شم الرياحين. وشيخ أيام الجواري كانت الجواري عددنا أعداد هائل علمات وأدب علم وشعر وأدب وغناء ورقص يعني ما تشتهي الأنفس. ولهذا من يقاوم احنا نسعى من غير هذا من غير هذا احنا نقاوم القومية الجواري. هذه الجواري شيخي تعد أعداد أشد من أعداد الشيطان. كذا الشيطان مغري الجاري أكثر. ولهذا التاريخ الأمة انتكس مرات عديدة بجارية بجارية. لكن أيضا الشيخ من باب الإنصاف اسمح لي سيدي سليمان القانوني هذا الرجل بكلامك هذا ثق هذا الرجل هذا مسلسل مزور والهدف منه إسقاط شخصية هذا الإنسان. نعم كان يكون جواري بس بهذا الشيخ اللي شفناه مش هذا الرجل العظيم المثقف الفاتح. لا يكفي أنه قنن الفقه الإسلامي. لا مو مش هذا شيخي. لا كان رجل بس هم طبعا كل تاريخنا اللي فيه رجالي شوهوهم ما دام العمل الفني من جاي من برا قطعا مشوش. بس هذا شو النبي صلى الله عليه وسلم سووه فيه مسلمان القانوني تعال شوف سووا محمد صلى الله عليه وسلم هذه معروفة. لكن على وفق المسلسل بس هذه هذه الحقيقة واقعة نجارية أسقطت الدولة الإسبانية الدولة يسموها الدولة العثمانية ودولة الأندلس وبعض الخلفاء بني أمية بعض الخلفاء أبدا جارية أنهتهم جارية جارية لكنها شنو يعني تسلب الرجل عقله عقل هكذا. طيب ولهذا شيخ لما شوف هذا التاريخ إذا كن الحوريات في الجنة كيف من أجل رب العالمين ركز علينا أن من أعظم متع الجنة كما أن هنا من أكثر الناس خطر عليك المرأة أنت في الجنة من أعظم ما يؤنسك ويقومك ويسعدك المرأة هكذا مخلوق هائل مخلوق هائل. ثم يعني على الحديث أكثر أهلها النساء للعلم شيخي كل إنسان يقدر يقاوم الرشوة يقاوم الكفر يقاوم الأحزاب يقاوم الخيانة يقاوم الفقر لكن المرأة إذا خلت عقلها خلتك في عقلها ما تقاومها. ولهذا إفساد الرجل بموافقة المرأة ما من رجل يستطيع أن يفسد امرأة إذا هي حرة مستحيل. لو والله لو يأتي كل رجال على امرأة حرة مستحيل تقل تقول أو تزن الحرة يا رسول الله أو تزن الحرة معقول أو تزن الحرة يعني هذا شغل الجواري بالجاهلية بالجاهلية مو في الإسلام. والآن شيخي هذه الأمة لو أعمل إحصائية أعمل إحصائية في هذه الأمة في كل العالم قول كم من المسلمات لها علاقة برجل والله ما يطلع بالمئة ألف وحدة الحمد لله. قول كم من النساء في العالم الغربي ليس لها علاقة برجل ما في ولا بالمليون وحدة لأنه هكذا هاي ثقافتهم ثقافتهم أنه ما إحنا ضد مثل ضد هذه المتعة إحنا ليشنا متعة ما في متعة ما في زينة يعني الكماليات والشهوات والتزويق هذا مش شغل المسلم شغله فقط الحد الأدنى الذي يمسك عليك الحياة لأن أهدافك أعظم من هذا وهذا واقع بشكل كثيف وظاهر إلى حد آبائنا وإلى حد طفولتنا. أما الآن لا بعد هذا الانفتاح على العالم اختلفت الأمور. لما سئل سعيد بن المسيب عن قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا قال أضعف ما يكون الرجل في أمر النساء بس أبد. الله تعالى أن يقينا فتنة ما تركت فتة بعدي أضر من النساء فتنة المحيا والممات وفتنتهم جميعا. نعود إلى شيخنا بعد هذا الفاصل. نعود إلى هذه الآية الكريمة وهذه الآيات العظيمة التي تضع لنا الموازين بالنسبة للطيبات. نحن المسلمين الشيخ عندنا طيبات وعندنا حلال ومع ذلك مقيدين
بالقيود عالميا أباحها. نعم. لك ما يليق بك باعتبارك من عباد الله المخلصين. نعم. كما تفضلت قبل قليل قل من حرم مزينة الله الذي وأعطاك زوجة تأخذ أربع. نعم. زوجات. نعم. وبعدين أعطاك بنات وأعطاك. نعم. أولاد وأعطاك وظيفة وكل هذا مما لا حصل له هذا كله حلال. نعم. فما الذي يلجوك إلى الحرام حرام. وحينئذ ما دمت أنت في نطاق عبودية الله. نعم. رب العالمين ما تركك أنعم. نعم. عليك نعم ظاهرة وباطنة وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الحلالات كلها حلال وكل زينة التي أباحها الله كلنا في زينة. زينة أنت في بيت وأولاد وأطفال وجيران. نعم. وأصدقاء ومدرسة وتلفزيون وشارع. نعم. مبلط وحكومة عادلة وملابس عندك يعني. نعم. ويوم تدعى ويوم تدعو كل هذه زينة من زينة. رب العالمين. نعم. أما إلا المجلس خمور أو مجلس نساء أو مجلس ربا أو مجلس ظلم أو مجلس قهر أأو قتل أو هذا شيء آخر. هذا شيء آخر. نعم. كما قلت أذهبتم طيباتكم في حياة الدنيا استمتعتم بها. نعم. هكذا انتهينا. نعم. انتهينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم. هذا حديث متفق وهذا حصل. هذا حصل التنافس على الدنيا الآن تنافس غير ما يمشي مع نسق آبائنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من أول الإسلام إلى بداية القرن 21. نعم. فلنقل القرن 20 كانت الحياة بساطة في كل شيء في الملبس. نعم. والمأكل والمطعم والكلام يعني كل شيء كل شيء. عندما اختلطت الحضارة الغربية بنا وغزتنا هذا الغزو العظيم تغيرت الأمور إلى هذا الذي نراه الآن. يعني للأسف الشديد أصبحت المظاهر والكماليات والجماليات على حساب الضروريات. ثقافة. نعم. ثقافة الأمة تغيرت. نعم. أنت تعرف شيخ هذه الأفلام العربية. نعم. سوت فينا تعرف هذا الوهم الذي يبعون إياه بالأفلام. كل سنة كنا نشوف أفلام عربية وإحنا صغار. نعم. بالباشوات والشقق ما بيعه ولا واحد كلها أوهام. هذا قاعد الباشا فلان وهذا القصور هم مش لاقين كوخ يسكنون فيه. هذا الفيلم الغربي الفتاك الذي يسحرك لابد أن يغير منك شيئا طبعا. وكله. نعم. هذا الغزو الفكري غزو هائل. نعم. غزو هائل وغزو لم يصادف أي مقاومة. نعم. كان الدين في تقهقر يعني في انتهاء الدولة العثمانية وانتهاء من العلماء وانتهاء كذا وتفرقة الأمة فكانت القوة أو الفكر الديني. نعم. في تقهقر وانهزام أمام الفكر الغربي فالناس خلعوا الملابس ولبسوا الكرافتة ولبسوا الكذا والنساء أصبحت سافرات والاختلاط مشت طبعاً. إلى هذا اليوم بقى. نعم. ولكن الآن بدأ والحمد لله إلى يعني تقريبا بدأ ينسحب لكن قرن. نعم. قرن كامل الأمة خاضعة للتيار الثقافي الغربي بالمئة. نعم. أنت المدارس كلها المدارس الدينية اختفت المدارس العلمية اختفت هذا المعمم بدأ يشعر بالنقص من المجتمع هذا اللي كان سيد المجتمع وحينئذ لابس كل انت المفرع ولابس الكرافتة ولابس البدلة الإيطالية كلنا نفعل هذا وإحنا شباب إذن هذا تقلبات الحياة ولكن هذا لا يمنع أن هذا المسلم حتى في تلك الحضارة الغربية كان مضى يصوم يصلي ونظيف وعفيف ولا يسرق وعنده أسرة وعم وخال وأرحام وإنسان حضاري كل هذا في شيخي هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها طاقة على من يقولها مصدقا بها قلبه أعجوبة أعجوبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها متفق عليه يعني خاف عين خوف حتفتح والنبي أخبر قال حتفتح عليكم الدنيا وعبر بالزهرة بالزهرة الذبول والله في نهايتها تقول إلى الذبول والله ما أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الحضارة العربية الإسلامية من دولة بني أمية ومن العباس إلى هذا اليوم فعلا فيها الدنيا فيها زينة يعني انت وين كنت تشوف الناس كانت ساكنه في عشش هالملابس والسكن وهالشوارع وهالسيارات زينه زينه وبالتالي في فتره ما في الثلاثينات 1930 40 50 60 70 80 الناس كلنا اتكلم على العراق واتكلم على مصر انا عشت في هذين البلدين الناس غرقوا في هذه الثقافه الغربيه كيف حصلوا على سياره فخمه على بدلة إيطالي على جزمة مش عارف إنجليزية على بيت مش عارف عامل كاشي فعلا بدأنا أقبلنا على الدنيا أقبلنا جديدة من عصر البداوة والبساطة على أديل آبائنا
إلى هذا الطفرة الهائلة، وبالتالي فعلا الناس انهزت وبدأت الحمد لله يعني ما طولت حقيقة، اختصر مع القرن إلى أن عاد يعني بالسبعينات 1970-80 بدأت الناس بالعودة. والآن كما تعرف الآن ما عاد أحد يفكر بالغرب ولا ثقافة غربية ولا أبدا، الناس بدأوا ينكفئون، حتى الغرب أنفسهم بدأ ينكفئون على الإسلام. ولهذا بادر الغربيون بذكائهم الشيطاني أن أجابوا لنا نسخ إسلامية لا تؤدي إلا إلى انحطاط وتدمير كامل كما ترى في العالم الإسلامي. نسخة إسلامية مقرفة مقززة مدمرة شوف شيخي، إذا رب العالمين ما يرحمنا، هذا الذي يجي ما سمى بالربيع العربي بعد سنتين ثلاثة ما حد يدخل الإسلام، كيف جابوا لنا الشيوعية وتركنا إحنا الاستقلال الوطني، جابوا البعثيين تركنا الأمة العربية والوحدة العربية، جابوا لنا هذول الآن التيارات الإسلامية البسطاء من الناس اللي هم ثلثين الشعب 89% من الشعب حيتركون الإسلام مما يروا. هذا الذي يجري في الصومال وفي مالي وفي اليمن وفي شيشان، الشيشان هذه التيارات الإسلامية ثقافة الإسلام يسميها مسحت الشيشان بالكامل، سلمت الشيشان المنتصر المستقل مرة ثانية للروس. هذه الصومال لم يعد شيء اسمه مسحت بالأرض، انتظر ما سوف يحدث في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا اللي تتحرر بعد يومين، ومن أجل قالوا جابون لكم لحمة هذول اللوحة الجديدة، حتشوف الناس تتمنى الشيطان ما تمنى، وهذا مقصود. فالغربيون جابون نسخ إسلامي، لكن ومع هذا بلا مبالغة ولا تبجح 98% من الأمة نظيفة عن هذا كله، يعني هذا المشي كله 1%، هذا وزائلة وسوف يعود المسلمون إلى ذلك الإسلام النقي الكريم النظيف الذي لا يزاود به أحد على أحد ولا أحد أولى به من أحد. سيد الشيخ، في كتاب اللطائف المعارف لابن رجب الحنبلي الذي خصصه لمواسم الطاعات يذكر طرفة جميلة، يذكر أنه في زمن معاوية بن أبي سفيان كان يريد أن يبعث وفدا إلى اليمن لمهمة معينة، إلى بلدة معينة، فقيل له أن هناك من الصحابة من بعثوا إلى هذه البلدة في زمن الصديق رضي الله عنه ما زالوا على قيد الحياة، فأخذ منهم بينما هم يجتازون ما في هذا الطريق، قال لهم ذلك الصحابي دعونا نمر على ذلك القصر الذي كان بالأمس مشيد البناء معمورة الأرجاء والجواري فيه غيدة جيئة وذهابا. وبينما هم يذهبون إلى ذلك فإذا بالقصر قد غدا موحشا مغفرا، قال لهم هيا بنا إلى تلك الأشجار التي كانت تحيط بهذا القصر. قال ما شأنك؟ قال كنت هنا قبلكم وفئنا إلى هذه الظلال وكانت العيون تجري وكنا نستمع من هذا القصر منشدا يغني ويقول أيها الحساد موتوا كمدا إن هذا الحسن يبقى أبدا. فسألنا ما شأنهم؟ قالوا إنهم يزفون عروسا بلغت المنتهى في الجمال وفي الدلال، يزفونها للعرس وإذا بها اليوم موحش مغفر، لا أنيسة ولا جليس ولا أحد وموحش، فدخلوا القصر فإذا بها مأوى للحيات وهوامي الطيور. فقال لابد أن أعرف شأن هؤلاء، فخرج يجتازون وإذا بامرأة عجوز من بعيد تأتي متوكئة على العصا وقد احدودب ظهرها كهلال الشوال فتمشي، فذهبوا ناحيتها فسألوها ما شأن هذا القصر، أخبرتهم أن أمنهم قد انقلب خوفا وكل من كانوا في هذا العصر قد ماتوا. فقال لا، أنا أريد أن أعلم شأن تلك العروس الجميلة ملكة الجمال التي كان يتغنى بها ويقال لها أيها الحساد موتوا كمدا إن هذا الحسن والجمال لا يفنى أبدا. ما أن قيل لها ذلك وإذا بعصاها التي هي تتوقع عليها قد انحرفت عنها وغرورقت نفسها بالدموع قائلة أنا تلك العروس، وفاضت روحها إلى السماء، فاض روحها وصلوا عليها. هذا الذي كانوا يتغنى بأن هذا المتاع وهذا الحسن وهذا الجمال لا يزول، فإذا بها قد آل. وأصعب ما يكون سيد الشيخ هذا التقلب على حياة الإنسان في آخر حياته، أن يعيش الإنسان في شبابه منعما وفي شيبته وفي عجزه والعياذ بالله، وعنده من الذرية وعنده من المال في هذه الحال مع الوحدة والوحشة والفقر والعياذ بالله. هكذا يا شيخ الدنيا لا تدوم، لا تدوم الدنيا، وغرارة دار الغرور. أي والله. على هذا النسق لما جاء لما المسلمون
أدخلوا الفرس في الإسلام. نعم. وانتهى حكم الكاسرة. نعم. فجاءوا ببنات كسرى. الله الله. جواري يعني. نعم. ملك اليمين مأسورات. فسيدنا علي قال هذا. نعم. لا يمكن ما تبيعوهم كذا. فسيدنا علي يمكن زوج واحدة منهم البنات. ابنه لأبنائه. إيه؟ نعم. فشاهدنا شيخ الدنيا هكذا. نعم. الدنيا هكذا. نعم. الدنيا هكذا. ولهذا الدنيا غراء وهي فانية. إياه يعني المفروض أن مهما كنت عظيما إياك أن تغتر بها. حتموت واحد. الملك وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليش تقدم تخليك فكر حسن؟ يعني لا ما الفرق بين فلان الفلاني فلان الفلاني في التاريخ؟ ليش هذا يقول ما رضي الله عنه كذا ولا ولكن لعنة الله عليه على ما فعل؟ يعني كل ما يقول الحجاج يلعن. على الرغم من مآثره. على الرغم من مآثره شيخي الظلم صعب شيخي. كل شيء يحتمل إلا الظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ندخل أنا جوعان وأنا بقير وبطيت وجعني وأنا مريض وضرب. لا 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 حياتي رجال. إلا من ظلم. هذا شيخ ما يحتمل ما ينام من الليل. ولهذا الظلم ظلمات. وكما تفضلت يعني قد يكون هذا الحاكم ما عمر زين ما نفع شعبه لكن ما قتل ما عذب الناس ما ظلم. نعم. أما واحد كما تفضلت لو عمر الكون كله. نعم. وأشقى الناس بالقتول والاغتصاب والانتهاك كما عظم الجمهوريات البائسة. نعم. والله شيخ اللي عظم الجمهوريات بالعراق بسوريا وبليبيا مصائب وبالتالي يعني معقولة يعني هذول ماهر الرأس ما عنده حسنات عنده وحدة اثنين ثلاثة ضاعت بالظلم. الظلم شنيع. لا يحتمل. ويقال إلا الظالم أن نرفع صوته. لا يحب الله الجهر. لا تقول أنا كذا جوعان إلا إذا مضغوا يا جماعة أنا مظلوم. أنا ظلمني فلان. لم ينام الليل إذا ما يقول هذا. يدعو عليهم. نعم. يدعو عليهم. نعم. ورب العالمين عز وجل هكذا فحذرنا قال لقد عمروها. نعم. أن نستخلفكم في الأرض. ولكن إياك أن تغلبك. اغلبها أنت. أملكها. لا إياك تدع على تملكك وتسيطر عليك لأنك تنتهي. بل هناك والحمد لله من الحكام والحكماء من الله سبحانه وتعالى عليهم ليس بالعدل فقط بل بأكثر من ذلك بالعفو. أكيد. بالعفو عمن أسرف على نفسه أو غر به والعياذ بالله. والغريب شيخي هذا والغريب. نعم. هذا السلعة النادرة. نعم. قليل. نعم. معدود فلان وفلان بالتاريخ المليان بالحكومات. نعم. والحكام فلان الفلاني. نعم. فلان الفلاني فلان ماخذ. نعم. الدنيا ليش الدنيا على غرار اولاد ادم. نعم. احنا اولاد ادم قابيل وهابيل. نعم. لكن الحمد لله رب العالمين الذي من الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد وقليل من تلك البلدان الاخرى بهذه النعم من العدل والعفو وأداء حقوق الشعب والحمد لله في جميع جوانبها. فمن الواجب أيضا أن يبر هؤلاء الأبناء بأبائهم ولوجود الآن أجهزة الإعلام. والله شيخ حيثما تذهب في العالم. نعم. لما يقول لك تأمين تقوم في الإمارات يعني يبدأ. نعم. يتكلم بشيء. نعم. ليش يصال إعلام سابقا من يعرف عمر بن عبد العزيز ما بإعلام. نعم. أما الآن. نعم. العالم كله يعرف يتغلى. ما معنى هذه الدولة الحمد لله. ما تقول فلان وفلان. نعم. حفظ الله الإمارات حكومة وشعبا وحفظ الله الأمة العربية حكومات وشعوبا جميعا وسخرهم للخير. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الجليل العلامة الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله في هذه الفروقات القرآنية الدقيقة التي قلما كانت تخطر ببال. استكمالا لهذا الحديث وهذا البرنامج سنلتقي بكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.